بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل وسلم وصلاتي على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وخلع ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو علم الأنفاس. يا سلام، كيف يكون؟ شوف، في فرق بين أن تقرأ الكتاب مع شيخ وأن تقرأ الكتاب بمفردك. تقرأ الكتاب بمفردك تنسى، تحفظ، تشعر بمتعة، لا تشعر بمتعة، لكن قراءتك للكتاب مع شيخ لها متعة مجربة. اثنين، الشيخ يقرأ ويلخص. ثلاثة، الأنفاس، الصحابة شمت أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين شموا، ثم أنا أنفاسي هذه التي أطلقها هي أنفاس مشايخي عندما كانوا يشرحون الكتاب. هذه معنى الأنفاس. ولذلك في كتب في السنة اسمها الأنفاس، وأنا اشتريت كتاب اسمه الأنفاس، أفتحه وجدت 10,000 حديث. يا رب في كلمة شرح ما فيش. الشيخ قال هذه أنفاس رسول الله، أي كلام رسول الله. خلاص، ومن كان شرحه الكتاب فخطأه أكثر من الصلاة. المنشد بتاع ماليزيا راح تنفذ. المنشد ماليزيا اسمه ربي خلقتها من نور. في واحد ثاني نائب شهرون، فين نائب شهرون؟ لسه عند برنامج نائب شهرون. ايه شهرون؟ شهر دخل في حاجه ثانيه. شهرون اي عاده قليله وقدر الاثنين مع بعض. فعجب أن يكون نفس المريد شكرا أو عذرا. فإن قبل ففضل ففضل، وإن رد فعدل. ليس كل من يطلب العلم الله يعطيه. فإن قبلك كطالب علم فضل من الله، وإن ردك عدل من الله. يطلب العلم ولا ينفع، يطلب العلم ولا يأخذ، يقرأ ولا يفهم، يحضر فيطرد فيهرب. هم الجلساء فلا يشقى بل يسوفهم. أهل العلم، حكايات العلم، ثمر العلم، مجالس العلم، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير من عمر. نعم، زمان الرسول بيعبر بالنوق بالناقة الحمراء لأنها كانت مرتفعة السماء غالية. فلما تحضر درس العلم واحد بس يحضر لك خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ عشان يوم القيامة هذا الطالب سيجعل الشيخ يقف خلف معاذ بن جبل. بس أخلص النية المؤمن. وعدم تطالع الحركات بالتوفيق. التوفيق، التوفيق قدرة يخلقها الله في العبد تجعله يا مولانا يسير على الطريق المستقيم، عكس التوفيق الخذلان، إما أن يرشدك الله إلى العلم وإما أن يحزنك يبعدك عنه. والسكون ذا عصمة، ولا يستقيم ذلك له إلا في مراد الاستقرار والاضطرار. لا، الشيخ هيشرح هذا الكلام، وبمنطق ان يشرحها بامثله.
السكون بالعفة هو عين صوره أن الإنسان إذا لم يرتكب المعاصي كأنه ساكن، وانتم عارفين إما حركة وإما سكون. فالساكن الذي حفظه الله وعصمه من الذنوب. طب المتحرك قد يتحرك بطاعة وقد يتحرك بمعصية، وإذا وقعت الفتن فالساكن خير من المتحرك، والجالس خير من القائم، والماشي خير من الراكب. ولا يستقيم ذلك أي لن تطلب العلم إلا بدوام الافتقار والاضطرار. كان مولانا عبد الله بن عباس يقف أمام عبد الله بن مسعود كثيرا، فإذا فتح عبد الله بن مسعود الباب لأي أمر وجد واقع غير عبد الله، قال أريد العلم. قال ابن مسعود لو أمرتني أن آتي إلى بيتك إكراما لنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجئت إليك. ابن عباس كان يقول العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. أحد المشايخ كان عنده طالب يعني كويس وكان يقربه إلى قلبه، فالطلاب يحسدونه لماذا يا شيخ يعني تقرب إلى وقال حاضر بكرة نتكلم. فعندما جاء الطلاب وجاء الطالب المقرب من الشيخ فإذا الشيخ طرده وعذبه ووبخه فاعتر يا كذا يا كذا يا كذا يا ففرح الطلاب وظنوا يقولون ماذا فعل هذا الرجل حتى يسب الشيخ ويطرد الشيخ، لا شك أنه قتل، لا شك أنه سرق. لا لا، بعد انتهاء الدرس فتح الباب فوجد الطالب باكي امام الباب. الشيخ يقول الم اطردك؟ الم انهاك عن الحضور؟ الم الم الم؟ يوجهه مره اخرى ولا يتكلم. ليبدو الولد بدا يتكلم مع الشيخ كلام لطيف شوي. قال ان حرمتني من مجلسك فلا تحرمني من أن أنظر إلى وجهك. فقال لهم الشيخ لذلك طردته، لكن أنت لو أنا طردتك يا سبحان الله ستفعل بالشيخ الأفعال. لكن هو عندما طرده هو جال. ومن هنا يا مولانا، ومن هنا يا مولانا، لا بد أن تظهر الافتقار والاحتياج إلى العلم، والاضطرار المضطر يفعل أي شيء. من أراد العلم يفعل أي شيء. أنت عاوز تأكل وتشرب شاي وتأخذ كتاب مجانا والشيخ يشرح مجانا وقاعة مجانا، وسبحان الله كسر الدنيا فيك. تذهب أنت تحضر درس الشيخ كأنك تكرم الشيخ، يعني كتر خير أن أنا جئت أحضر درس الشيخ. يا مولانا ثم لتسألن يومئذ عن مين؟ أنت في نعيم الآن، أنت في نعيم الآن، عشان كده حافظ عليه. أنت في مجلس العلم في السعادة حافظ عليها. أنت في مجلس العلم إن ضيعته الآن غدا ستكون مدرس في البلد. من ذاكر اهلا وسهلا، ومن لم يذاكر سيفضح. انا بعرف اسوء عربيه. ايوه ايوه الحمد لله. يعني ايه العربيه مولانا؟ نضع مفتاح كده بعدين ندوس وقدرنا ندوس يمين يمين شمال يمين خلاص. ايه مش كده يعني ولا حاجه يعني تعرف سوء مولانا؟ اعرف. طب تعالى سوء عربيه. الشيطان بقى ممكن تخبط واحد، ممكن تدخل في حائط، ممكن السيارة تقلب بي. طب هذا الكلام لم تقله لي يا إبليس، وأنا أعرف أمام الناس أنني أستطيع السيارة. في الأول الشيطان أعطاني الأمان والأحلام، وفي النهاية أعطاني السيئات والمسائل حتى يمنعني من الخير. يبقى في البداية طمعني أنني من العلماء، وفي النهاية عندما أردت أن أجلس وأعلم الناس حذرني من مجالس العلم ومن آفات العلم ومن مصائب العلم ومن سيئات الطلاب. النتيجة إيه؟ لن تتعلم ولن يهتم.
إذا أخرجك من دائرة الحركة إلى دائرة السكون، من دائرة الركبان إلى دائرة الحرمان، من دائرة العطاء إلى دائرة المنع، من جنة الرحمن إلى أشواك الشيطان. ومصباح ذلك ذكر الموت لأن به قد لا نشرح إلا صفرين فقط. مفتاح ذلك يعني مفتاح العلم ذكر الموت يعني الطالب إذا تذكر مستقبله الباهر إن شاء الله يساعده على أن يضوي السنين الكلية بسلام وأمان. يلا نعلم إن شاء الله عندما تأخذ الدكتوراه تأتي إلى قدح، تأتي إلى سنغافورة، تأتي إلى جاكرتا، سنبني لك معهد كبير وتكون أنت الناظر والطلاب تجد وفيك بسرعة ويطوي السنين طيب. يا منانا تستقبل من فضلك. تنجح تنجح ترصف ترصف النتيجة سحر. يرصف مرة واثنين وثلاثة. نسيان نسيان الموت قتل القلب. ذكر الموت أين جنتنا؟ ليست في الأرض، جنتنا في السماء. تنتبه. اعمل في الدنيا، اتعب في الدنيا، جنتك بعد موتك. جنتك بعد ايه؟ فكلما تذكرت انك ستموت فقدمت، انك ستموت فقدمت. لو قال لك غدا انت مسافر في القبر، اليوم من تمام، تشتري كتب وتودع الاصدقاء وستفعل في خمس ساعات ما لم تفعله في خمس سنوات. يعني لو جاءك خبر الان انك تسافر في مصر الساعة 6 صباحا ولن تأتي إلى النزهة أبدا، ستفعل في خمس ساعات ما لم تفعله في خمس سنوات. هو الإنسان كده، الإنسان لا يعمل إلا تحت ضغط. إلا تحت إيه؟ تحت ضغط. عشان كده إذا عرفت أنك مسافر إلى ربك بالموت، متى؟ قد يكون هنا، قد يكون بكرة، قد يكون في أي وقت. يجعلك تصرف وتجد وتتعب، لكن ما دمت تصرف غدا غدا بكره بكره بعد بعد لن تفعل شيء، لان فيها راحه، فان فيها راحه من الحبس ونحبس الروح في الاشباح وهي الاجسام. من العدو؟ ابليس. فين الحبس؟ انا روحي محبوسه جوا جسدي، لكن في الجنه الروح تسبح في الجنه في رؤوس الطيور الخضر، تسبح كما شاءت في جنة الرحمة. عشان كده انت في الدنيا محبوس. وقوامه برد العمر الى يوم واحد. يا سلام. اجعل عمرك كل يوم واحد. ماذا ستفعل فيه؟ ستفعل المستحيل. اجعله بالعكس يوم واحد كثير، قد تموت الان. مين يعرف كم انسان لك في الطريق مات، كان يشرب شلمات، نام ثم مات. عادي عادي عادي. وان كان ما عليك الا بالتفكر بالاوقات تلك، احفظ المعلومه دي، الواجبات اكثر من الاوقات. خلاص الواجبات أكثر من الجهة. إحساسك أنك ستمشي بسرعة يجعلك تقرأ بسرعة. إحنا في مصر نقرأ الشمال في كم مجلس؟ في 40 مجلس. ياخذ كم مجلس مننا 40 عام كامل؟ في قدح من الساعة 9 للساعة 12، ثم من 12 ثم من 2 إلى 5. ثاني يوم من 9 إلى 12 ثم من 2 إلى 5. أنا أتكلم بالعربي وواحد يقرأ وواحد يترجم، يعني قعدنا تقريبا 10 ساعات، 10 على 3 فيها 3 ساعات، شرحنا الشمائل كلها في 3 ساعات بالعربي، مع إحساسي أنني بعد 3 أيام أمشي، فجعلني إيه؟ أسرع. لكن أنا هنا في القاهرة أنا عارف مفيش مشكلة خالص. علشان كده اشرحه النهارده، وما شرحته اليوم ممكن اشرحه بكره، انا في سعه من الوقع. فلو انت رديت عمرك كله الى يوم واحد ستجعل المستحيل في اليوم القادم. لكن لو بكره بعده بكره بعده اسال الانسان مفتوح. وهذا الفكر او فراغ
الفراغ فالمجهول لا يشغل. فإما أن تنشغل بالتفكير فيما يهديك وإما أن تنشغل بالتفكير فيما لا ينفعك. المشغول لا يشغل. والنفس بكلام الشافعي زمان وقال إن لم تشغلها بالحق شغلتك إيه؟ إن لم تشغلها بالحق شغلتك إيه؟ الحكمة الثانية للإمام الشافعي الوقت إن لم تقطعه. قال جالست الزهاد والعباد فخرجت منهم بشيئين. واحد النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اثنين الوقت كالسيف إن لم تقطعه سبب الفراغ الجهد. سبب الفراغ أي الله سبب الفراغ الجهد يعني أي فراغ القلب من الدنيا. هذا الجهد. ما هو الجهد؟ أن تكون الدنيا في يديك وليست في قلبك. ليس الزهد بمعنى الفقر. ممكن فقير جاهل. هل هذا؟ الفقير ليس جاهل. الزهد لا يكون إلا عن ملكة. فأنا عندي سيارة بكام؟ مليون جنيه لكني جاهل. أركب سيارة عادي، أمشي على الأرض عادي، أركب أتوبيس عادي. فإن أركب سيارة بمليون جنيه قلبي إلى الله، إن أمشي على الأرض قلبي إلى الله. ومن هنا كان مولانا أبو الحسن الشاذلي من أغنى أغنياء الإسكندرية، ولاد الحلم ذاته. ومين كان ذاك؟ كان شيخ اسمه. قابل راجل النظر فوجدوا له يرتدي ثياب متواضعة. فمولانا أبو الحسن إذا فلوس قال اشتري ثياب. قال لا أنا أملك. قال وماذا فعلت بنفسك؟ قال زهدا. قال أرما علمت أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنا عندي 1000 جنيه أملك سيارة تكسي، لكن أنا عندي 50,000 جنيه أشتري سيارة. عندي 1,000,000 جنيه أشتري سيارة تمشي في الهواء. وعماد الزهد التقوى. إيه التقوى؟ خوف من الكبير وعمل في التنزيه ورضا بالخفيف والاستعداد ليوم الرحيل. أربع أمور أنهى مولانا علي ابن حجر العسقلاني يشرح النقطة الرابعة في كتاب كامل اسمه الاستعداد ليوم الرحيل، ويشرحه مولانا الجوزي. رضا بالقليل، عمل بالتنزيل، استعداد يوم الرحيل في حال رضا. ده كلام، ده كلام علمي نفسي، ده كلام التنمية البشرية النهاردة. إذا أردت أن تصل إلى المطلوب أعطيني خطوات إجرائية. يعني خطوات إجرائية كيف تشرح الدرس؟ 1 2 3 الدرس مفيد. كيف تبني مدرسة؟ 1 2 3 تبني مدرسة. كيف تكون من المتقين؟ 1 2 3 4 أنا سيدنا عبد. وسلام التقوى الخوف. يا سلام. ايه سلام؟ سلام اساس عندان قواعد. سلام عندان هو سلام الحق. سلام الخوف من ايه؟ الخوف من المصير. الخوف من الله. يا سلام. من خاف من الله اخاف الله منه كل شيء. وزمام الخوف اليقين. إزمام. كيف تكون الخوف؟ كود الخوف في اليقين. ما هو اليقين؟ يقين أن الله رحيم. يقين أنا عند حسني ظن عبدي بي. إن تظن بالله خير خير، إن تظن شر تنجاني على نفسك. عن هما الاثنين بين الخوف والرضا، يخاف من العقاب ويرضى الرحمة. ونظام اليقين الخلوة والجوع. الخلوة بالفتح. خلوة لازم تخلو بنفسك، لازم تفكر بنفسك، لازم تدمج أوقات كده مع نفسك تعبد ربنا. طب الجوع ليس الجوع عدم الطعام والشراب، الجوع أن تكون دائما في احتياج إلى باب ربك. وتزودوا فإن خير الزاد
وتمام والجهد والصبر وطريقهما الصدق. يا من تسير في طريق الى الله ان كنت من الصادقين ستصل. ولذلك شوف مولانا الخراج مستبحل او اسم الصدق أعظم الطريق إلى الله بسورة الحديث محمود رحمه الله يحمل اسم الصدق أعظم الطريق إلى مين؟ إلى الله. وطريق الفهم والصبر الصدق يا سلام كتب ذلك الجزء ودليل الصدق إن أردت أن تعرف الله لا بد أن تعرفه بعلم. إن أردت أن تخاف من الله لا بد أن تخاف بعلم. لكن بجهل يا سلام الشيطان يحب الجهلاء فيفتح لهم الأبواب حتى يوقعهم في باب من الحرام. يعني باب النية ليس في كلام كثير. النية هي لغة القصد واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله. نيتي ان اعبد الله توكل على الله. نيتي ان اكون صادقا في القول. يعني اي حاجة. لكن موانا النية تحتاج الى اخلاص والطاعة تحتاج الى نية واخلاص. على شأن كده إنما الأعمال بالنيات. عايز تفكر معايا في إنما الأعمال بالنيات شوية كده. الإنسان سيعمل. يعني أنت تذهب إلى المعهد تظاهر بنية شوية أنك طالب علم الكلية بنية طالب علم. كل المحاضرات ستأخذ عليها 70 سنة عبادة. لماذا تتعلم تحفظ حتى اكون نبيا للانبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء امتي الانبياء بني اسرائيل. طيب ايه رايك في من يتعلم العلم رياء سيتعلم ومن يعلم رياء سيعلم. النتيجه وحده في العمل لكن هذا الى جهته وهذا الى الجنه. ايه السبب؟ انما الاعمال. مهاجم ام قيس وعمر بن الخطاب. ايه الفرق؟ عمر بن الخطاب خرج من مكه يريد المدينه لا يريد الا الله. مهاجم ام قيس خرج من مكه الى المدينه مسلم لكنه يريد ان يتزوج بام قيس. المسافه من مكه الى المدينه لمن اطرت بدون صلاه. الركوب سواء زمن الوصول سواء. لماذا هذا اخذ ثواب الهجرة وهذا لم يأخذ ثواب الهجرة؟ النية. نية الاول عمر الفرار من الكفر الى الايمان. ونية الثاني الفرار من مكة الى الزوجة. طب لو كان مهاجر ام قيس نوى في قلبه الهجرة لله ورسوله اخذ ثواب الهجرة وتزوج الايمان. إذا القضية قد اتخلف. ومن هنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم التي في الصدور. باب النية. لا بد للعبد من النية في كل حركة وسكون. حال الإنسان إما حركة وسكون. هذا ده استيعاب للمبلوغ. حال الإنسان إما حركة إما سكون. ده استيعاب للموضوع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونية المؤمن خير من عمله. لأنه قد يعمل رياء لكن إن نوى الخير ولم يفعل كثير. من نوى الرياء ويعمل ذنوب. ومن نوى العمل الصالح ولم يعمل. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له. طيب من عمل عملا فيه رياء فقد اشرك بالله الناس. ليس معناه كافر. انا اريد ان
من في البلدان حتى يفهم الناس انني عالم شيخ بنى لله مسجد. خلاص اخذت الثواب مني، لكن ليس لك عند الله الثواب. يا رب ان اعطيتني مالا في مسجد بالله لك خالص، فبارك يعطيك المال، لكن نيتك صادقه تقابل المولى يوم القيامه لو تعمل خيرا من عمله. والنية تختلف على حسب اختلاف الأوقات، وصاحب النية نفسه منه في تعب. ليس في تعب، لأنك دائما تصرف النية من شوائب الرياح، وتغطي النية دائما من الكبر والرياء. ما هو الرياء؟ أن ترى الناس في العمل، تقابل الرياء فتعمل فتعمل. لكن إما أن تعمل للناس فتساب بالإخلاص، وإما أن تعمل للناس فتساب بالرياء بالجنون. والناس منه في راحة، وليس شيء على المريد أصعب من حفظ الدنيا. خلاص استنى بس، مين المريد؟ المريد هو من أراد الطريق إلى الله. كيف يصل إلى الله؟ عن طريق الشيخ العالم وطرق المال. من هو المريد؟ هو الطالب. لماذا الطالب تعبان؟ لأن الشيطان يلعب به لضعف مستواه العلمي. الطالب لسه صغير، الشيطان يستطيع أن يجعله مغرور ويجعله متكبر، فعلى الطالب أن يجاهد نفسه أكثر حتى يصفي نيته من المشاكل. الإمام الشافعي قال كلام رهيب، قال العلم ثلاثة أشخاص، من بلغ الأول تكبر، ومن بلغ الثاني تواضع، ومن بلغ الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. من طلب الأول درس سنة سنتين ثلاثة، قرأ كتاب كتابين ثلاثة، سمع حديث حديثين ثلاثة، أخذ إجازة إجازتين ثلاثة، فظن أنه شيخ كبير فلا يريد أن يخالفه أحد، ومن يخالفه يهاجمه. فإذا ازداد هو علما صار يقبل الخلاف تواضع. هذا رأي وهناك رأي آخر، هذا ما قلناه، والمسألة خلافية ليس فيها إجماع، صار يتواضع. ومن بلغ الذروة ووصل إلى المنتهى، إن يعرف قول يخالف قوله ظن أن هذا علم لا يعرفه. أدي معنى علم أنه لم يعلم إيه شيئا. أنا أكرر الكلام مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. العلم كم شبر؟ شبر يعني مساحة من الوقت من الزمن من العلم. من بلغ الشبر الأول تكبر لا يقبل، ومن بلغ الثاني تواضع في هداه في الحميد. هذا من إما إسمة في قوة إيمان، فإن قل عبد الحميد الملائكة تأتي فالأطفال تسكت، أو إسمة في شياطين إن قل عبد الحميد الأطفال تخاف، مش عارف. لكن يعني أنا مش زعلان لسبب، لأن النتيجة واحدة، أن الأطفال ستسكت ستسكت، فإما أن تسكت لأنك من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان هذا لا يضرني. كانت تبكي صارت تبكي. لا تنسى يا شيخ أشرف الذي صور لنا سورة عبد الحميد في الطعام. روح لشيخ أشرف يصورها قبل ما يسافر. ليس عبد الحميد غلط، نحن نرى أن الأطفال يشوفوا شكله. من بلغ الأول تكبر، ومن بلغ الثاني، ومن بلغ الثالث هذا متهم أبيه، هذا متهم أبيه، هذا حال من يقتل الخلاف.
هذا حال لكل عالم التقوى ولكل جواد التقوى لكل عالم الجنة ولكل جواد التقوى. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. الفرق بين من يتواضع لله في الجناح وبين من يظن أنه هذه كلام أهل الله. شوف وليس شيء على المريد الصغير أشد وأصعب من إيه ملامة من فج النية أن يدخل بنية الله ويخرج بنية الله. وكلما دخل الشيطان أقربه. والنفس إن لم تملأها بالإيمان ملأتها بالكفر، وإن لم تملأها بالملائكة ملأتها بالشيطان، وإن لم تملأها بالرحمن ملأتها بالكفر والطغيان. اللهم صل وسلم على